أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث التي نتوقف فيها عند مستجدات الأحداث الأمنية في المهرة شرقي اليمن. أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة مواصلة تحركاتها المنددة بالممارسات السعودية بعد أيام من مقتل أحد المحتجين. وقالت اللجنة في بيان لها إن ممارسات القوات السعودية في المحافظة دليل على خروجها عن أهداف التحالف المعلنة وتحولها إلى احتلال. وحملت اللجنة المحافظ راجح بكريت والقوات الموالية له المدعومة سعوديا مسؤولية استهداف المحتجين مطالبة بإقالته. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أين وصلت الأزمة في المهرة بين السكان المحليين وقوات التحالف؟ وهل ستمضي القوات السعودية في مخططاتها بالقوة على السكان؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. الدماء لن تذهب سدى والأرض لن تبقى محتلة. إرادة معتصمي المهرة المحتجين على تدخلات السعودية وقتل النفس اليمنية والغاضبين على ما أسموها بانتهاك السيادة الوطنية. لقد تجاوزت السعودية كما يقول أبناء المهرة حدودها وتسببت بمقتل أحد أبنائها ظلماً، لكن ذلك لن يثني المهريين وفق بيان اللجنة المنظمة للاعتصام من مواصلة نضالها السلمي حتى تحرير محافظتهم مما وصفوها بالاحتلال السعودي. بيان اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي قال إن الممارسات السعودية وسلوكياتها لا تمت لأهداف التحالف العربي بأي صلة، حيث أضحى التواجد السعودي بحسب البيان جالبا للمضار قبل المنافع ومنتهكا السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية. يؤمن معتصمو المهرة بأن جريمة قتل أحد المتظاهرين دليل قاطع على الإرهاب المنظم الذي قامت به أدوات ميليشاوية صنعتها الرياض وترتدي لباس الدولة. واتهمت لجنة الاعتصام محافظ المهرة راجح باكريت بالقتل العمد لأحد المواطنين السلميين. لا أفق واضح لحل حاسم في المهرة، فالسعودية تبدو غير آبهة بمطالب أبناء المهرة المعتصمين ضد تواجد قواتها، كما أن المعتصمين مصرون على الوقوف صفاً واحداً لحماية المهرة من أطماع السعودية، لكنهم يرفضون في الوقت نفسه جر المهرة إلى مربع العنف، وهو ما جعلهم يناشدون الشرعية لتدارك ما يمكن تداركه منعاً لانزلاق محافظتهم نحو أتون الفوضى والعنف. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من المهرة نائب رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام عبود هبود. سيد هبود، ما هو الجديد في المهرة اليوم؟ كيف هي المحافظة؟ كيف هو الاعتصام أيضا؟ مرحبا وسهلا في قناة بلقيس وإدارتها، ونشكرهم على حرصهم على القضية الوطنية. قضية المهرة فعلا قضية كبيرة، وتجاوزت المهرة وأصبحت قضية وطنية، وما يحدث اليوم في المهرة هو نتائج ما قالوه أبناء المهرة وتوقعوها أن يحصل من قوات السعودية وميليشياتها الخارجة من القانون في محافظة المهرة. قبل أيام رأيتوا أنتم أبناء المهرة شعب خرج بأكمله مطالب برحيل قوات السعودية، ليس لهدف غير أنما هدفها الرئيسي هو أن هذه القوات تخوف أبناء المهرة لتصبح المهرة أسوسا في المحافظات اللي فيها تواجد التحالف مثل عدن أو أبين أو حضرموت لتصبح ساعة للصراع. فطالبين سلميين بنحور عارية بخصوص أن مصالح السعودية، تكلموا أبناء المهرة ليس نحن ضد مصالح السعودية، وأن المملكة العربية السعودية دولة جارة ودولة إقليمية، ولا نتمنى أن نكون يوم احنا والسعودية ضد بعضنا البعض، لكن التصرف اللي وصل للمهرة أجبرنا على هذا الوقوف. والدليل الواضح على هذا أن معينا رجل خريج سجون وصاحب مشاكل، وهمه هو دائما كيف تخلق المشاكل، وكانت هذه المشاكل عليه شخصيا والآن هي على أبناء المهرة بشكل عام. تتحدث عن من سيد هبود؟ لأني لم تتحدث عن من بالضبط؟
تحدث عن راجح باكريت، هذا الرجل اللي كان هو مشاكله عليه شخصيا وكان قد مطرود من دول الخليج كلها، ورجع للسعوديه وكان عليه تعميم ولغاء التعميم. هذا الحديث عارفه كل ابناء المهره يعرفوا هذا، والاستخبارات السعوديه تعرف هذا، كان رجل عليه تعميم وقضيه وعفو خارج معه عليه التعميم وعينه محافظ، بديل شخصيه معروفه لدى المهره محمد عبد الله بنته. يعني يجب، طيب في هذه النقطة تجب الإشارة إلى أننا نحن حاولنا التواصل مع السلطة المحلية، مع المحافظ وعدد من الوكلاء، لكن لم يكن هناك تجاوب في سبيل يعني إيصال صوت ووجهة نظر السلطة المحلية في البرنامج. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد هبود. أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، كيف تتابع المستجدات في المهر؟ المحافظ يتحدث عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة في قرب منطقة الأنفاق، هناك لقاءات مستمرة وموسعة في شيوخ المهر للتعامل و يعني ترتيب الشأن الداخلي فيما يتعلق بالاعتصام. تحية لك أخي وجيه ولمشاهدي قناة القيس ولضيفك الكريم. طبعا الصدع الخطير حدث في المهرة ولم يكن متوقعا في حقيقة الأمر في هذه المحافظة المسالمة التي يتمتع أهلها بالتكاتف والتعاون والاتفاق تقريبا على كل أولويات المحافظة. فما أقدم عليه المحافظ من خلال إسالة دماء متظاهرين سلميين، هذا شكل منعطف خطير جدا في موضوع المهرة، واليوم نحن أمام تطور يمكن أن يوصف بأنه الأخطر من نوعه في هذه المحافظة، ومن الطبيعي أن يلجأ المحافظ إلى معالجات من هذا النوع. لكن أعتقد أن الثقة التي كانت قد تكونت على الأقل خلال الفترة الماضية مع المحافظ الغير مرغوب فيه من أبناء المحافظة، اليوم انهارت هذه الثقة، ولا أعتقد حتى أن هذا النوع من التحقيقات إذا قضية واضحة ووضوح الشمس يمكن أن تؤدي إلى ترميم هذا الشرخ. اليوم أصحاب وأبناء المحافظة يطالبون بإقالة محافظة المهرة، ومعهم كل الحق. أنا أعتقد أنه لم يسبق أن تمتعت محافظة كهذه بهذا النوع من الاتفاق والتوافق بين مكوناتها الاجتماعية، سواء الموجودة في المحافظة أو المقيمة في المهجات بما فيها أولئك الذين يحملون جنسيات من دول أخرى حتى في المملكة العربية السعودية، لديهم اتفاق واحد وكامل على أن مطالب أبناء المهرة مطالب مشروعة، وهو أن التواجد السعودي المبالغ فيه في هذه المحافظة لا يمكن لأحد أن يتفهمه، لأنه في حقيقة الأمر أوجد وضعا استثنائيا في المحافظة لم تألفه، وبالتالي هذا يتعين اليوم تجاوز هذا الوضع. وهذه هي نقطة المواجهة الحقيقية اليوم. السعودية إما عليها أن تتجاوز هذه الإشكالية العميقة التي أحدثتها في المهرة، وتتجاوز أيضا في المقدمة الحادثة الخطيرة جدا التي أدت إلى مقتل متظاهرين سلميين وإصابة آخرين. نحن أمام منعطف خطير كما قلت، ومطالب أبناء المهرة بإقالة المحافظ يمكن في حال الاستجابة إليها يمكن أن تهدئ الوضع في المهرة، لكن أيضا الأمر يتطلب أن تتخذ أيضا إجراءات أخرى بما فيها تقليل نفوذ القوات السعودية في هذه المحافظة وانسحابها على الأقل من المنافذ وانتشارها في مناطق محدودة ضمن تفاهمات مع السلطة المحلية والحكومة الشرعية. طيب سنتوسع في ذلك لاحقا، دعني أعود إلى سيد عبد هبود من المهرة. أنت نائب رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام، كان هناك يعني الحديث في الأيام الماضية كان عن الحادثة الأنفاق بالتحديد. في البداية المحافظ تحدث واتهم يعني بأن هناك من حاول استهداف النقطة الأمنية في نقطة أمنية في منطقة الأنفاق، ثم غرد بعد ذلك يعني موجها بإيجاد موجها بالتحقيق و موجها لجنة التحقيق للنظر في هذه القضية. هل تكفي هذه الخطوات بالنسبة لكم؟ ما الممكن أن تقوموا به في سياق إذا لم تكن هذه الخطوات كافية؟ مرحبا، اسمح لي أرحب بالأستاذ ياسين التميمي. بالحقيقة أريد أن أقول لك وكل للعالم ورئيس الجمهورية، لا يكفي أبناء المهرة الا اقاله راجح باكريت في حاله المحاكم، ان هذا الشخص قتل ابناء المهره وهم عاريين الصدور واتهمهم بتهريب المخدرات والاسلحه. بالحقيقه هذا الشخص فقد كل شيء، فقد الشعبيه،
ضد المشايخ، ضد المديريات، ضد الامن. ما حد لبى له طلب، حتى بل السعوديين رفضوا توجيهاته لمواجهه الناس، وراح شخصيا حسب ما سمعنا من المعلومات مؤكده، انا راح شخصيا على متن المدرعه لضرب المتظاهرين. هذا ما يكفي تقريبا للرئيس الجمهوريه والسعوديه تجربتهم براجح. وضح كل شيء. ما بالنسبه للشعب المهري لا يكفيها الا اولا الخطوه الاولى ازاله راجح من منصبه باسرع وقت ممكن احاله للمحكمه. بما هذا يوضح للعالم كله على صفحته الشخصيه معترف قائلا بانه هذه الخطوات سيتخذها حتى ضد اخرين، واتهم هذه الناس بعد قتلهم ان مهربين اسلحه ومخدرات. وللاسف ان هذا الشخص بعد وصوله تم القبض على مجموعه مهربين مخدرات ومسك سياراتهم ويعرفهم تماما، لم يمسكهم ابدا اطلاقا، وسيارات حقهم تقريبا قد افرج عليها من اداره الامن علشان تتوضح لصوره المخدرات واهلها. هذا واحد. اثنين، نطالب رئيس الجمهوريه ان ينظر للمهره بعد الصمت الطويل اللي تجاوز الحدود، ان هذا الشعب يطالب باعاده السياده الوطنيه اليمنيه على اراضي اليمن، وليس ضد احد وليس ضد اي امن دوله. هل تواصلتم مع الحكومه الشرعيه وكذلك مع الرئاسه في سياق ايصال هذه المطالب؟ الامور وصلت لرئيس الجمهوريه، لكن هذا ما يسمى راجح فاكريت هو الان يبلغ الرئيس ان في حلول تجري وبيكلف لجان. احنا هل القاتل معترف اني انا قاتل؟ وهل انا في طلب انا يفوتوا لجان؟ هو معترف شخصيا في صفحته اني انا القاتل وسوف اتخذ الاجراءات ضد الاخرين. كيف كونها الحال؟ الحال الثاني الاخر هو الان يريد يزيل القضيه من ظهره الى ظهر المتظاهرين. المتظاهرين كانوا على سفره الاكل والعشاء، وكان وكيل صالح بن عليان متواجد مصلحا لانهاء هذه القضيه او لتوقيف الموقف بين القوات المتواجده والمتظاهرين. المتظاهرين دخل عليهم الغداء ودخلت عليهم المدرعه بالضرب مباشر حتى تم القضاء على اثنين منهم واصابه الاخر. حتى ممكن نذكر لك اسماء الشهداء. اليوم اجتماع بما بخصوص موضوع اجتماع المشايخ. المشايخ الان هم في وضع محرج من امرين. احدهم مجند سعودي، والسعوديه تتخذ اجراءات يتكلم على راجح باكريت. وراجح باكريت يتكلم عليه سوف يخرج من وظيفته او يكون من ضمن هؤلاء هرب بالمخدرات. لازم يفهم العالم ان هذه تعامل راجح باكريت. ما نعلم يقينا ان السعوديه هي توجه هذه التوجيهات او هي صامته ويعجبها هذا الصوت. طيب دعني اخذ يعني وجهه نظر الاستاذ ياسين التميمي في مساله اداره الازمه التي حصلت في المهره منذ الاعتصام، بدايه الاعتصام ثم التوصل الى اتفاق مع السلطات او القوات السعوديه كما اعلن، ثم اعاده الاعتصام، ثم ما حدث في نقطه الانفاق. بالنسبه لاداره الازمه استاذ التميمي، سواء من السلطه المحليه او من قبل قوات التحالف او القوات السعوديه او حتى من الرئاسه، كيف تجد اداره الازمه في سياق تحقيق مطالب أبناء المهرة؟ ما يؤسف إليه، أولا أنا أحيي يعني هذا التوجه الوطني العالي اللي يعبر عنه أبناء محافظة المهرة، ومن ضمنهم الشيخ عبود الذي يقول أنهم يدافعون عن السيادة اليمنية. وأنا هنا أستغرب في حقيقة الأمر، هذه الفيدرالية المبكرة التي أظهرتها السلطة المركزية إذا المهرة، بمعنى أن الإشكالية تكاد تنحصر اليوم بين السلطة المحلية وبين أهالي محافظة المهرة وبين القوات السعودية، بينما هي جزء يعني ما يحدث في المهرة جزء من المسؤوليات السيادية الدستورية للسلطة الشرعية التي تبدو غائبة، خصوصا وأن أحداث خطيرة شهدتها هذه المحافظة، وهذه الأحداث لا تمس أبناء المحافظة وإنما تمس السيادة اليمنية والكرم اليمنية. لا يمكن فهم ما يجري بأنه يأتي في سياق تفاهمات مسبقة بين السلطة المركزية، وهذه التفاهمات تصب في مصلحة الدولة اليمنية. هناك ضغوط تمارس على السلطة الشرعية، وهذه الضغوط تأخذ أشكال عدة،
في المهرات تأخذ هذا الغطاء غير المبرر لتحركات القوات السعودية التي عطلت الحياة في محافظة المهرة، وفي مناطق أخرى أيضا رأيناه في أشكال العبث المختلفة في العمليات العسكرية وفي التشكيلات المسلحة الخارج عن الدستور والنظام والقانون. في حقيقة الأمر ما يحدث في المهرة يعبر عن نضج القائمين على الاعتصامات في هذه المحافظة ووضوح أهدافهم، وهي أنا أعتقد متصلة بالأولويات الوطنية قبل أي شيء آخر. من حق أبناء المحافظة أن يدافعوا عن حقهم في الحياة التي اعتادوا عليها، حياة هادئة مسالمة انسيابية. جاءت القوات السعودية فعطلت هذه الحركة وعطلت وأحدثت كل هذا الصخب في المحافظة وانقلبت حياة أبناء المحافظة رأسا على عقب. المشكلة لا تكمن فقط في هذه الاستحداثات التي عطلت مجرى الحياة في المهرة، وإنما في تداعياتها النهائية التي كما يرشح لها علاقة بأطماع سعودية في الجغرافيا اليمنية في هذه المحافظة بالتحديد، ورغبتها القديمة والأصيلة في الوصول إلى بحر العرب عبر محافظة المهرة. لذا أنا أعتقد أن السعودية عملت ما بوسعها لتعطيل قدرات السلطة الشرعية للعمل في حقل أو في هذا الميدان من الجغرافيا اليمنية وهي محافظة المهرة، وتركت الأمر يعني سجال بين أبناء المحافظة والقوات السعودية. ولهذا السلطة الشرعية في تقديري لم تحسب حساب التطورات الخطيرة التي يمكن أن تحدث أزمة لا يمكن ترميمها فيما بعد. لهذا أنا أعتقد اليوم الفرصة مواتية لتلافي القصور الذي حدث في الماضي وإعادة هندسة المشهد في محافظة المهرة وإدارة هذا الملف بكفاءة شديدة. وأول شيء يمكن عمله هو إنهاء المسببات التوتر في هذه المحافظة، وفي مقدمة هذه الأسباب هي وجود محافظ غير مرغوب فيه. يعني كيف سارع الرئيس عبد الرب منصور هادي في مرحلة ما وأزاح وكيل محافظة جميع أبناء المحافظة يحترموه ويقدروه ويحبوه، كيف سارع إلى يعني إلى إقالة هذا الوكيل الوطني الغيور، كيف سارع إلى إقالة مدير الأمن وإزاحته من المشهد، ثم أتى بهذه الشخصيات الجديدة. اليوم هذه الشخصيات التي تتولى مسؤولية السلطة المحلية في المهرة باتت واحدة من المسببات توتير الأجواء في هذه المحافظة، ونعتقد أن من مسؤولية الرئيس هذه اليوم أن يلتفت إلى مطالب أبناء المحافظة حتى لا تتوتر الأمور وتخرج عن السيطرة. أبناء المحافظة عقلاء إلى حد كبير، لكن عندما يصل الأمر إلى الدماء فأعتقد أن هذا الأمر خطير للغاية. مرة أخرى أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ ياسين. بعودة أخيرة إليك شيخ عبود، يعني بالنسبة للقادم من الأيام، ما الذي ستقومون فيه؟ ما الخطوات القادمة في سياق الاعتصام الذي تنظمونه في المهرة؟ نحن أبشرك وأبشر كل أبناء المهرة وأبشر كل اليمنيين، نحن لن نوقف عن هذه قضيتنا، بل زيدنا عزم. لبس الاثنين راجح بعتريت وأتباعه ومن معه ومن يساعدوه، 10 20 30 لن نخرج عن السلمية وعن أهداف، بل نزيد حتى تتحدد كل مطالبنا. ولكن نتمنى من الله عز وجل أن يزيل هذه المحنة من المهرة ويزيل هذا الرجل الذي هو معروف. هو عفوا أريد أوضح للعالم والرئيس الجمهورية والسعودية، المهرة كل محافظات الجنوب لديهم محافظ لدى الحوثيين، إلا المهرة لم يكون عندهم أحد لعدم قبولهم وعدم رغبتهم بهذه الجماعة. معاهم هذا الشخص راجح باتريت هو عضو في اللجان الثورية وسبقت عليه السعودية لتأتيبه إلينا محافظ. هذه واحدة. 2 نتمنى من رئيس الجمهورية أن تكون وضحت التجربة ولدى السعودية الراجح باتريت أنه هو بيكون سبب لإفشال هذا المخطط بحكم خبرته القليلة وعدوانيته على أبناء المهرة. ونأكد لكل أبناء المهرة وكل اليمنيين أن احنا سنستمر، ومعنا الجمعة القادمة مهرجان تسمى جمعة الشهداء، وسنستمر بإذن الله. ونأكد للجميع أن راجح باتريت لا يمتلك الآن غير الإشاعات الكاذبة اللي تروها، ولم يمتلك أي شعبية في المحافظة نهائيا، غير الموالين أشخاص على عد الأصابع واصبحوا في أرباك. نحن السعوديين نتمنى أن يغيروا هذه التعامل، ونحن ليس بحاجة جيوش. نشوف في المدى بالساحل الغربي كلهم يمنيين يقاتلوا هناك، وعندنا هنا ألاف الجنود السعوديين والمدرعات السعودية والطائرات، نحن ليس بحاجتها.
احنا المحافظه الوحيده على مستوى 21 محافظه في اليمن، المحافظه الوحيده الامنه. لنا صلاح قرابه بالتوزيعين، لا جغرافيا ولا نسبيا ولا نفس الشيء طائفيا. لماذا السعوديه جارتنا تتهمنا بهذه التهمات؟ على يد هذول الناس البلطجيين اللي ما يعرفوا الحقيقه، حتى لم يلبسوها شخصيا الحقيقه، كيف يلبسوها اخرين؟ أشكرك. إذن نائب رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام عبود هبود، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. بالعودة إليك أستاذ ياسين، يعني كيف ترى الأيام القادمة بالنسبة للوضع في المهرة؟ هل يمكن أن تستجيب القوات السعودية وقوات التحالف عموما للمطالب السكان؟ ما هي الكلفة التي يمكن أن يخرجوا بها إذن؟ أبناء المهرة لديهم خارطة واضحة، خارطة طريق واضحة، لديهم مطالب واضحة لم تتغير منذ البداية. المشكلة تتعلق بالقوة السعودية ومن يتعاون معها من السلطة المحلية أو حتى السلطة الشرعية للأسف الشديد. لهذا يعني لكي نتجاوز يعني مخاطر أخرى جديدة وانزلاق إلى ما هو أسوأ مما هو عليه اليوم، على السلطة الشرعية أن تتصرف بمسؤولية إذا مواطنها في هذه المحافظة، وعليها أن ترشد من سلوك القوات السعودية في هذه المحافظة. كيف للسعودية أن تحول محافظة مسالمة إلى منطقة نزاعات ومواجهات عسكرية وانتشار غير مبرر لأحدث الأسلحة السعودية، فيما السعودية أصلا تكاد أن تغرق في اليمن نتيجة سوء إدارتها للعمليات العسكرية، بدليل أن المجتمع الدولي اليوم يوجه لها يعني يمارس ضغوطات هائلة على السعودية وحليفتها الإمارات على خلفية إخفاقها في الحاسم في اليمن والتداعيات الخطيرة التي تسبب فيها استمرار أو يتسبب فيها استمرار الحرب. على السعودية أن تدرك بأن المهرة هي مرتبطة بكل هذه التعقيدات، وبالتالي ليست بحاجة إلى أن تبتكر مشكلة أخرى وتعقيدات أخرى في محافظة ليست بحاجة إلى أن تتحول إلى مسرح مواجهات. عليها أن تدعم فكرة تغيير محافظة المهرة، وعليها أن تتخذ خطوات يعني لبناء ثقة مع أبناء هذه المحافظة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب وإعادة الانتشار في هذه المحافظة، يعني تمهيدا لإنهاء ربما المظاهر العسكرية التي نراها هناك. السعودية ليست بحاجة إلى هذا التواجد العسكري وبهذه الكثافة في هذه المحافظة، هي بحاجة إلى بناء ثقة مع أبناء هذه المحافظة، بحاجة إلى ترميم الصدع الذي أحدثته نتيجة سلوكها طيلة الفترة الماضية مع أبناء هذه المحافظة. وكما قال الشيخ عبود، المحافظة هذه في منأى عن كل تعقيدات المشهد اليمني، وخصوصا الصراع الذي يدور مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي سيطرت على السلطة الشرعية في العاصمة، عاصمة البلاد صنعاء. إذن ما هو مطلوب اليوم هو ترشيد سلوك القوات السعودية، الاستجابة لمطالب أبناء المهرة، وهي ليست مطالب مستحيلة، هي مطالب عقلانية، مقابل احتواء كل هذا التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما هي أو إلى ما كانت عليه في محافظة المهرة. أشكرك المحلل السياسي أستاذ ياسين التميمي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.